السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حضرتك يا شيخ، أنا عايز أستفسر عن حاجة في الزكاة. استفسري. دلوقتي أنا كنت مخطوبة، وخطيبي جاب لي يعني 100 جرام ذهب، ودلوقتي أنا عاقلة، والمفروض إن أنا أطلع الزكاة عشان هو عدى السنة عليها. وفي نفس الوقت أنا يعني كان جايب لي، هو مش كان جايب، هو كان عنده يعني كان حوالي 25 جرام. نعم، عفوا، كان ايه؟ أنا دلوقتي نعم ماذا قلتي؟ أنا كنت مخطوبة وجاءتك شبكة. أيوة السؤال حوالي 100 جرام وعدى عليها سنة، هل أنا المفروض دلوقتي أطلع عليها زكاة؟ وكان اصبري عليا بس، يعني اصبري عليا، اصبري نعم اصبري اصبري. متى عقدتي؟ عقدت من شهر كده ولا شهرين. اه لا، أنت ما تملكت الشبكة حق التملك إلا بالعقد، بعد العقد تملكت، ما نستطيع أن تقولي تملكتها كلها، أنت لك نصفها، نصفها إذا طلقت. فإذا مر عليك من يوم العقد سنة، أخرجي عن نصف الشبكة زكاة، والزوج يخرج عن نصف الشبكة الآخر زكاة، لأنك إذا طلقت الآن لك نصف الشبكة فقط، نصف الصداق المتفق عليه فقط. فالذي تملكيه حقا الآن باعتبارك معقود عليك نصف الشبكة، إذا طلقت لك نصف الشبكة. فالثانية، النصف الثاني زوجك يخرج عليها الزكاة بعد مرور سنة من العقد، أما قبل الخطوبة فليس لك فيها شيء. على النصف الذي يخصه، لكن إذا تم البناء كلها لك وأنت الملزومة بسداد زكاتها. السلام عليكم.